كان تقدر تحترم البني آدمين والشباب دول. انما ده مبدأ عام، انت اخر حاجة بتفكر فيها كرامة البني آدم. وقلت لك اللي ملوش كرامة جوه لا يمكن يبقى له كرامة بره. السفارة المصرية في الغالب الأعم في دول كتيرة إلا من رحم ربك تعامل بنفس أسلوب المهين، وهي السفارة إلا جزء من البلد. نفس أسلوب مصر بتتبعه السفارات اللي هي جزء من مصر. طارت تجيب رعاية ترامب، رعاية صربيا، أي حد يجيب رعاية، مش عايزة تجيب ولادها إلى الآن في الشوارع في كل مكان. كويت، مشاهد المصريين اللي في الكويت مخيمات، مصريين في مخيمات لان ما عندهمش مكان يقعدوا فيه بعد تجاهل مصر ليهم. مصري من مخيمات الكويتيين. اساس يتكلم خلاص. الناس في السعوديه بقى لها 15 يوم بتعيط، ما حدش عبره. تشوف التاني احنا دلوقتي خلينا احنا في حوارنا هنا. ما تجيبش كلامك ده يا معلم. كلامك ده بتتكلم عن بلاش مشكله، بس لا تجيب سيره السعوديه ولا تجيب سيره بتاع. ماشي، خلينا في مشكلتنا احنا هنا. خليك في مشكلتك انت. حر شعب مصر انت بتعمل فيكوا ايه؟ صور اليوم تقدمتوا لمواقع الاجلاء بمحض ارادتكم. تمام، مستغلين هذا الوقت والعرض اللي قدمته وزاره الداخليه ممثله بمعالي وزير الداخليه. تمام، بموجب القرار 288. تمام، تعديل اوضاع كل مخالف. تمام، من جميع الجنسيات. تمام، مو محتكر الوضع على جمهوريه مصر العربيه. الناس قاعده في مخيمات ايواء، جالهم ممثل السفاره. المفروض بقى ايه الناس تقول؟ الله اكبر، تحيا مصر، تحيا مصر وكده. ناس في مخيمات، وضع اقرب للاجئين اللي كانت استاذه ريهام بتسخر من اللاجئين السوريين. قالت لك ده الفرق بين اللي عنده بلد واللي عنده ايه. ممثل السفاره جالهم بعد ضغط من الحكومه الكويتيه عشان يرد على الناس. الحكومه الكويتيه اللي اخر ما زهقت يعني، قال لك هطلع انا الطيران، هطلع هي الطيران يودي الناس. شوف حقاره مندوب السفاره المصريه، شوف الوساخه، قعدهم بهذا الشكل. وقبل وما قبلش يشوفهم الا لما يكونوا بهذا المنظر. ده ممثل السفاره المصريه في الكويت. اقعد يا جماعه، اقعد 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 اقعد. ايه الحكمه ان الناس تقرفص يعني؟ ايه الحكمه؟ مندوب السفاره بعت مندوب السفاره بعد ما قال له الناس تقرفص قبل ما افتح بقي. الناس تقعد تقرفص زي المساجين او المجندين. بقول لك دوله البزرمين. اذا كان عندكم اي موضوع يخص الوضع الحالي بالنسبه لمواعيد سفركم، هذا الامر احنا جبنا لكم الاخوان من سفاره جمهوريه مصر راح يتكلموا معاكم في هذا الموضوع. حضرتك يا سياده اللواء، كتر خير. الحكومه الكويتيه شاكرين افضلها. كتر خيرك يا معالي الباشا، واجد. واحنا حطينا ثقه في الداخليه الكويتيه، وكل الناس دي راحت سلمت نفسيها. نعم، على اساس ان السفاره نسقت والخارجيه نسقت. صحيح، تمام. نعم، حضرتك احنا حضرتك سلمنا نفسنا من يوم ورا شويه. يا جماعه قعدنا 6 ايام في المدرسه. نعم، طلعونا من المدرسه امبارح، قالوا لنا رايحين المطار. تمام، جابونا على هنا. هم يجددوا وراك. احنا دلوقتي سياده المندوب بتاع السفيره المؤقت ورا حضرتك. احنا وضعنا ايه؟ احنا عايزين نروح لبيوتنا. اتفضل. اسمع بقى حقاره رد مندوب السفاره على المصريين العالقين في الكويت ولوضعهم زي ما حضراتكم شايفين. المجال الجوي بتاعنا مش متفتح شويه يا شباب. عندنا زي ما انتم هنا، في عندنا كواكب عندنا في مصر عايزين بس لسه المجال الجوي ما اتفتحش. صوت يا حبايب،
دي لسه بقرار الدولة نظرا للحالة الصحية الموجودة في مصر. العدد كبير قوي، انتوا فوق 5000 6000، تمام، المفروض ليكوا حجر صحي هناك، محتاج كل حاجة. ما اقدرش ان في الوقت الحالي اخد وابعد. طب اقول لحضرتك على حاجه، خلي خلص كلامك، خلي خلص كلامك مصطفى وبعدين على مدار الساعه. الطيران ده على مستوى العالم، مش احنا متاخرين، مفيش دوله طلعت طياره تجيب ولادها. دينا مصريين في كل حته يا فندم. دلوقتي احنا وقفنا العدد لحد 5000 وشويه، في اخر اسبوع في الشهر في احتمال قد ايه 5000 تاني ولا لا؟ مصر جاهزه ولا لا؟ مين يقول؟ يعني مصر مابقاش جاهزه لسه، يبقى صح. كل احنا مش جاهزين، جالهم فيها ازاي؟ هم ما استعدوش لغايه دلوقتي. الطيران مصر جاهزة ولا لا؟ لا تخش تاخد شاور عشان تجهز. قال لك مفيش دولة في العالم طلعت طيارة تجيب ولادها. ما مصر مش جاهزة تستقبل ولادها، مصر كانت جاهزة بس تجيب الناس بتوع أمريكا. جاهزة تشغل الطيران ميكروباص تودي الناس بتوع صربيا. مصر الطيران مش مصريين، احنا مش جاهزين ليكم. جاهزين للي يساعدونا في البقاء قبضين على أنفاس المصريين، احنا جاهزين للأمريكان وغيرهم. من كتر الحقارة ما صعبش عليه المشهد بتاع المصريين ازاي شكلهم كده، ما عرضش أي مساعدة أو دعم ولا يستضيفهم في فنادق. المصريين بتوع الكويت دول زي مصريين كتير حولوا مئات الملايين لمصر، ما اهتمش حتى يقول لهم كلمة حلوة. جاي غصب عنه بضغط كبير من الكويت، احنا مش جاهزين نجيبكم، وسابهم ومشي بطريقه حقيره. ارجع ورا شويه يا فندم، انت ما تسيبناش وتمشي. لا لا يا عم ارجع ورا، يعني سيبنا نمشي كده، ارجع ورا ما راح. كلام مسموح يا عم. سابهم ومشي والله. اهو الناس هنش عليهم يقول لهم كلمة طيبة، يجبر خاطرهم، يحسسهم انه شغال عندهم، مش يساعدهم. بقولك كلمة طيبة، جبر خواطر بس. سابهم بكل حقارة، ويطلع الاعلام الاحقر في مصر يكمل عليهم ويقولك مصر اول دولة في العالم في موضوع انها تجيب العالقين بتوعهم. واحنا نقدر نتكلم ايضا على مصر كانت من اول الدول اللي بدات، سواء من ووهان كنا احنا من اول الدول اللي بعتت، وايضا عمليات اجلاء اخرى من اول الدول اللي بعتت، وكمان مستمرين في هذا الامر. يعني لما خدنا قرار اغلاق كان عندنا حريه كمان التحرك، ان احنا مش هنسيب اولادنا بره، هنرجعهم العالقين. واحنا تو يا جماعه في حوامل والحوامل كتير في الايام الحظر، ليه كده؟ بعتذر عن الغلطة دي يا جماعة، احنا مسؤولين عنها، نطلعنا لكم وشه. الناس بعد ما حصل لهم كده جالهم صدمة. سفير طرش الكلمتين لمؤاخذة ومشي وسابهم في هذا الوضع. فانتقل الحوار بين المصريين مع الأمن الكويتي. بعد خلاص مشي السفير ومصر رمتهم الرمية دي، فدار هذا الحوار. قلنا في اختلافات بينكم، اللي انتهت سيارته، اللي مخالف، لا مفيش اي اختلافات. انتوا عايزين ايه؟ اسمعني ليش انا جبته؟ عشان توصل رساله لدي الكل قهقه. مش هتوصل. ايش هو قال لي؟ يا راجل ما يروح هنا، مش هتوصل. يصعب عليك المنظر، لكن قد ما الحكومه مجرمه احنا مجرمين في حق نفسينا. اللي بيتهاون في حقوقه جوه ما يستناهاش ياخدها بره. اللي هو عارف ان اخوه وابن عمه واخته وامه لهمش اي كرامه في بلده، ما يستناش ان يبقى ليه كرامه بره. احنا شركاء في الذنب، مش ذنب النظام بس.
لازم نفهم كده عشان نبدأ نعالج نفسنا صح. إحنا شركاء في هذا المشهد. نختلف في النسب، قد نختلف لو تناقشنا في النسب، لكن إحنا شركاء. مصريين اللي قاعدين في المدارس وأماكن زي مخيمات اللاجئين، الناس قالت للأمن الكويتي بذمتك كلام السفير ده مقنع؟ ها؟ الراجل ده بيكذب وكلامه مش مقنع. الكلام كان قدام حضرتك صح؟ نعم. وكلامه مش مقنع بالمرة صح؟ نعم. احنا حلينا معاكم انتوا دلوقتي ان انتوا ترجعونا المدرسة اللي احنا كنا فيها. انا شنو قلت لك انا مساء؟ احنا مش هنقعد يوم لا 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 انا اوديك مدرسة وتقول لي انا ما ببعد؟ لا انا شنو قلت لك بالمطلب؟ متابع سفير جبت لك اياه؟ تمام. جبت لك السفارة؟ تمام. متابع حل؟ بس راح اعطيك حل. يلا بينا. يلا يا جماعة هيا يعني مش عارف تقول احنا بالفعل لا نستحق تلك المعاملة الدونية ولا تلك المهانة من هؤلاء اللي بيحكمونا، ولا احنا بصمتنا اللي وصلنا الموضوع لكده؟ موضوع معقد جدا. في النهاية نتيجة منظر مصريين بالشكل ده. اسمع صوت مصري عالق. الناس وجبت معانا تعالي والسي ومصر مش عايزانا، هذه اخرتها. قاعدين مرميين في مكان لا فيه ميه ولا اكل ولا شرب، برجوا على البشر. شوف يا عم صحرا صحرا صحرا. مش بس الرجال اللي هم عالقين وقاعدين في فصول المدارس وفي المخيمات، كمان الستات السيدات المصريات. مصر ما بتفرقش بين ست وراجل، الكل في الهم سواء. ورحمة الله وبركاته. نداء من مواطنة مصرية من العالقين في الكويت، نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرام اللي بيحصل فينا ده. احنا أمهات أطفال عالقين هنا في قلب الكويت، حرام حرام اللي احنا فيه من المرمطة اللي احنا مرضينها دي. محدش يرضى بالعيشة اللي احنا عايشينها دي. احنا هنا قاعدين في قلب المدرسة، ما أنا لينا لربنا، حمامات بندخلها كل الجنسيات. أنا معانا هنا هنود، معانا لبنانيين، معانا من جنوب أفريقيا، معانا حالات كتير جدا موجودة هنا. احنا قاعدين في بيتنا بقالنا شهرين، محدش فينا حصل له حاجة، وجايين من بيوتنا سلام، مفيش أي مرض. لو جالنا مرض هيجيلنا من الوباء اللي احنا عايشين فيه ده. ولما نشيتنا الحكومة هنا ونشيتنا دار الشرطة في الكويت هنا اللي علينا، قالوا لنا معلش استحملوا، أصل سفاركم اللي هيفتح البلد،